كل متابعينا في اليوم السابع، مساء الخير على حضراتكم. تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أمطار غزيرة. على مدن وقرى المحافظة، وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ حالة الطوارئ، ووجه رؤساء المدن والوحدات المحلية برفع الأمطار من شوارع كفر الشيخ. الأمطار الغزيرة هطلت على المدن الساحلية المطلة على ساحل البحر المتوسط، بداية من مطوبس وفوة، مطوبس وبرولس وبلطيم ومصيف بلطيم، وهطلت على بقية مراكز ومدن المحافظة أمطار متوسطة. لم تشهد صباح اليوم الجمعة هطول أي أمطار على مدن وقرى المحافظة، ولكن مساء اليوم بدأت الأمطار تهطل بغزارة على مدن وقرى المحافظة، وتشهد جميع مدن وقرى المحافظة أعمال لرفع المياه من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين في الشوارع. وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ حالة الطوارئ في المحافظة لرفع مياه الأمطار والمخلفات من الشوارع، ولم تعلن حتى الآن إدارة ميناء البرولس عن توقف حركة الصيد وحركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، ولكن بنتابع مع حضراتكم كل متابعينا في اليوم السابع حالة الطقس على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ. كنا بالأمس رصدنا لحضراتكم حالة الطقس وقلنا أنه هنا في توقعات بهطول أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة، وده اللي حصل النهاردة، أنها طلت أمطار على مدن وقرى المحافظة، وزي ما أنا قلت غزيرة على المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط بطول 118 كيلو، على مدن مطوبس والبرولس وبلطيم ومصيف بلطيم، كما شهدت مدن دسوء وفوة والحمول وكفر الشيخ والرياض والحمول هطول أمطار غزيرة على المدن والقرى، متوسطة على قرى ومدينة قلين. وزي ما أنا قلت تم إعلان رفع حالة الطوارئ لرفع آثار المياه من الشوارع في المدن والقرى. كل متابعينا في اليوم السابع، هنتابع مع حضراتكم خلال الساعات المقبلة هل هتتوقف هطول هل يتوقف هطول الأمطار في على مدن وقرى المحافظة، ولا هيستمر هطول الأمطار على المدن والقرى في ظل زي ما قلنا إعلان محافظ كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ في المحافظة، وتعاون ما بين الوحدات المحلية ومجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع المياه من الشوارع واستمرار رفع حالة الطوارئ. برغم تعرض المحافظة للطقس السيء، الحمد لله لم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة ولا الطوارئ بالمحافظة ولا غرفة العمليات بمديرية الصحة والإسعاف وقوع أي حوادث على طرق المحافظة، والحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل السائقين وكل المسافرين على الطرق الرئيسية والطرق الفرعية في المحافظة، ونناشد السائقين وأصحاب السيارات توخي الحذر والسير ببطء،
حفاظا على صحتهم وعلى أرواحهم وعلى أرواح مستقلي السيارات سواء الأجرة أو السيارات الخاصة. في جهود مكثفة على الأرض حاليا تشهدها المناطق الساحلية والمدن الساحلية على من محافظة كفر الشيخ لرفع مياه الأمطار من الشوارع اللي هي الراكدة في عدد من الشوارع القريبة من ساحل البحر المتوسط، وبيتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رفع مياه الأمطار أولا بأول لتيسير الحركة المرورية ورفع مخلفات الأمطار واستمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظة. طبعا غدا السبت هو التعليم الفني وجزء من التعليم الابتدائي اللي هو شغال، أما بقية المدارس بتبدأ الدراسة أسبوعيا يوم الأحد، فمش هيكون هناك ضرر على الطلاب كبير اللي هم هيروحوا المدارس، لأن عدد المدارس بيتواجد طلابها يوم السبت 241 مدرسة فقط، أما بقية المدارس على مستوى المحافظة بتبدأ الدراسة أسبوعيا يوم الأحد. عشان كده ما فيش قرار إلى الآن بتعطيل الدراسة غدا السبت، ولكن في حالة هطول أمطار بغزارة من الممكن يتخذ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ قرار بهذا الشأن، كما سبق إن حضرته اتخذ قرار بتعطل الدراسة. عندما تعرضت محافظة كفر الشيخ للموجة الثانية وطور الأمطار هذا العام، وطبعا احنا في الموجة الثالثة بتتعرض لها المحافظة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صبا نافعا على كل أهالينا في محافظة كفر الشيخ. نؤكد لحضراتكم كل متابعينا في اليوم السابع استمرار هطول الأمطار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وبدأ هطول الأمطار مع الساعات الأولى من مساء اليوم، ونرصد لحضراتكم حالة طقس على مدار الساعة. طبعا السماء ملبدة بالغيوم والأمطار مستمرة على مدن وقرى المحافظة. زي ما أنا قلت إلى الآن لم تعلن إدارة ميناء البرولس توقف حركة الصيد في مياه البحر المتوسط ولا بحيرة البرولس، وفي انعقاد مستمر لغرف العمليات في مدن وقرى المحافظة، وعمليات تجرى على الأرض في أعمال رفع المياه
من شوارع مدن وقرى المحافظة بالتعاون ما بين الوحدات المحلية والوحدات القروية بالإضافة. كان معكم كل متابعينا في اليوم السابع محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ. Thank you.